السلام عليكم. السؤال اللي معانا في الفيديو ده بيقول عايز يحسب الـ greatest common divisor بتاع رقمين باستخدام الريكيرجن، باستخدام حاجة اسمها الـ Euclidean algorithm. طيب ايه هو الـ greatest common divisor؟ ده اللي هو العامل المشترك الأكبر، اللي هو لو عندي رقمين مثلا 25 و15، عايز أشوف ايه أكبر رقم الرقمين دول بيقبلوا القسمة عليه في نفس الوقت. فمثلا هنا هيكون 5، لان 25 اكبر رقم ده بيقبل اسم عليه، ده بيقبل اسم عليه هو رقم 5. طيب برضو مثلا 30، لو 30 و15 هيكون الـ greatest common divisor هو الـ 15 في الحاله دي. طيب عندي الجوريزم اسمه Euclidean algorithm، ماشي. الراجل قرر ان، او يعني ده نسبه نظريه مثلا، قرر ايه؟ قال لك ان الـ greatest common ديفيزر بتاع رقمين A و B هو او بيساوي بالظبط الـ greatest common divisor بتاع B و A percentage B او A remainder B. تمام؟ دي كده اول حاجة. تاني حاجة ان الـ greatest common divisor بتاع اي حاجة و zero هي السي، هي نفس لاي حاجه دي. فهو المنطق هنا، يعني لو قلت لك ايه الرقم، لو قلت لك مثلا لو سي كانت ب 10، فايه العامل المشترك الاكبر ما بين ال 10 وال 0؟ ايه الرقم اللي 10 و 0 بيقبل الاسم عليه؟ ايه اكبر رقم ال 10 و 0 بيقبل الاسم عليه؟ هو بيقول ان 0 بيقبل الاسم على اي حاجه، ان 0 على اي حاجه ب 0، يعني هو بيقبل الاسم على اي حاجه، مش هيديك كسر يعني. فبالتالي 0 بيقبل الاسم على 10 وال 10 بتقبل الاسم على 10، فال greatest common divisor ما بين ال 10 وال 0 هي ال 10. طيب انا عندي القاعدتين دول اسمهم الكلين الجوريزم. طب لو عايز اجرب الكلام ده من سبب الارقام، لو قلت لك عايز الجريتست كومن ديفيزر ما بين ال 25 وال 15 زي ما كنت قايل من شويه. طيب الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الجريتست كومن ديفيزر ده هو بالظبط الجريتست كومن ديفيزر بتاع، احط هنا ال 15 وهنا 25 برسنتج 15. 25 برسنتج 15 باقي اسم 25 على 15 كام؟ 10 صح؟ 10. يعني باقي إيه اسم 25 على 15؟ 10، لان 25 فيها 15 واحده وبقى 10 ريميندر. طيب عايز اجيب الجريتست كومن ديفيزور ما بين 15 و10، ده هيساوي ايه؟ هكرر نفس الخطوات تاني. جريتست كومن ديفيزور بتاعي اخد ال 10 هنا، وهنا احط 15 برسنتج 10 هيديك 5. اجرب تاني، هيديني الجريتست كومن ديفيزور، احط هنا ال 5 وهنا ال 10 برسنتج 5 اللي هي كام؟ 0. باقي اسم 10 على 5 0. فلقيت ان انا وصلت للبيس كيس او للكيس دي، اللي انا لما اقول ان جريتست كومن ديفيزور بتاع اي حاجه و0 هتساوي نفس لاي حاجه دي. خلاص يبقى انا دلوقتي عرفت ان الكلام ده هيساوي 5، وده فعلا انا متوقعه، ان العامل المشترك الاكبر ما بين 25 و15 هو ال 5. طيب فده كده الكلين الجوريزم بالرياضه، يعني عايزين نعمله ككود. طيب الكود ريكيرجن. طيب الحقيقه ده سهل جدا. ليه؟ اولا واضح ان دي هي البيز كيس او هي الستوبنج كونديشن بتاعي. اي حاجه لما لو لقيت هنا 0 هريترن 10، يبقى لو لقيت جريتست كومن ديفيزور بتاع A و 0 هريترن A، فده كده الستوبنج كونديشن محتاج احطه في الكود. طيب ايه الريكيرسيف اكشن؟ هو ده الريكيرسيف اكشن، ان الجريتست كومن ديفيزور بتاع A وال B هو نفسه الجريتست كومن ديفيزور بتاع ال B وال A برسنتج B. طيب لو جيت اعمل الكلام ده ككود، هاجي هنا كده، ممكن اعرف، محتاج اعرف فانكشن بتريتيرن انتجر، فهيبقى انت جي سي دي، وبتاخد رقمين، عايز الجي سي دي بتاع مثلا انت A وانت B. طيب اول حاجه بعملها ايه؟ ان انا بكتب الستوبنج كونديشن. الستوبنج كونديشن بيقول لي ان لو البي اللي هو الرقم الثاني ده عباره عن زيرو هريترن A بس كده. لو ده بزيرو يبقى هو ده جريتست كومن ديفيزر، لان الزيرو بيقبل اسم على A وال A بتقبل اسم على A، فخلاص يبقى A هو الماكسيمم كومن ديفيزر ما بين 0 وال A. طيب الريكيرسيف اكشن هريترن جي سي دي، نفس الفانكشن ده هو ده الريكيرجن، ده الريكيرسيف اكشن، واحط هنا ال B صح، اللي انا كنت باخد دي بحطها هنا، وهنا بقول ال A برسنتج B، نفس اللي انا قلته هنا بالظبط، ال B وال A برسنتج B. طيب بس كده خلصت. اجي اجرب الكلام ده، لو جيت قلت لك هنا مثلا سي اوت الجي سي دي بتاع
15 25 نجرب. هيديك الخمسة هي اللي احنا متوقعينها. طيب من هنا كنت ماشي اخترت حاجة. تمام طبعا مش هتلاحظ انه مش هيفرق اذا كنت حطيت 15 و25 هنا او هنا، يعني لو خليت ده 25 و15 ده هيطلع نفس اللي انا اصلا كنت جربته في الرياضة من شوية. ادي خمسة برضو. طب ليه ال 25، ليه 15 و25 برضو بيشتغل؟ هتلاحظ اللي بيحصل، يعني ليه ده بيديني نفس التاني، او ليه مفيش كونديشنز محتاج اعملها. ان جي سي دي بتاع 15 و25 هطبق الريكيرسيف رول، هتكون بتساوي الجي سي دي، باخد البي احطه في الاول، دي 25 و15 برسنتج 25، ايه باقي اسم 15 و25؟ 15 نفسها، لان الناتج الاسم طبعا زيرو، الانتجر ديفيجن زيرو، 15 اصغر 25، فده هو باقي الاسم. فهتلاقي ان ده اصلا هو ده، يعني في الاخر ده هيديني خطوه بس زياده في الريكيرجن، ان انا اول خطوه هتبدل ال 25 مكان ال 15 بس كده، وخلصت. طيب